بدي أخبركم اليوم عن 3 أخطاء ما المفروض يرتكبها المصمم الداخلي. أول خطأ لليوم هو أنه يختار لون واحد من الخشب ويعممه على كل خشبية البيت مثل كأنه ستايل الست أو الطقم، لأنه هالشي صار بصراحة old fashioned وبيقلل من إحساسنا بالفخامة بهذا المكان. أنا بنصح بأنه يتم اختيار عدة ألوان من الخشب تتوزع بطريقة منسجمة، بشرط أنه هي الألوان تبع الخشب تكون بتنتمي لنفس العائلة تبع الدرجات اللونية، يا أما الألوان الباردة يا أما الألوان الحارة. أما خطأنا الثاني فهو بيتعلق بأبعاد الستائر، يلي كمان كتير من المصممين بيعملوا انه الستارة تكون على قد الشباك، مع العلم انه لما بيكون الستارة floor to ceiling من الارض للسقف هالشي مثل بيعمل لنا نوع من الخداع البصري الفيجوال illusion انه الشباك اكبر من هيك بكتير. وبتعرفوا الشباك الكبير هو من سمات المودرن architecture، فهو اكتر بيعطينا احساس بالاتساع وبالتالي احساس بالفخامة. اما الخطأ الثالث فهو بيتعلق بارتفاعات المفروشات، يلي ما المفروض انه تكون متماثلة بالفراغ الواحد حتى ما تخلق خط افقي عم بيتعامد مع الخط العمودي تبع الحيط بطريقة مملة. انا بنصح بانه يكون دائما في تفاوت بارتفاعات المفروشات لاطلالة اكتر جميلة وفخمة وحيوية. يعني مثلا فينا نحقق هالشي بتفاوت الارتفاعات بين الكاوتش والارم تشير واللامبادير واللوحة يلي على الحيط والكوفي تيبل وحتى التي في يونت. اما بالنسبه للمعلومات الكثيره اللي جايتنا لقدام فانطرونا فيها بالفيديوز القادمه.